أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. اسمي محمد العبداللهي، أبلغ من العمر 26 سنة، حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكانت بداياتي في حفظ كتاب الله في صيف 2014، واستغرق مني ذلك 4 سنوات، وختمته في سنة 2018، والحمد لله على ذلك. وقد درست أو حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى في جمعية تقي الدين الهلالي، وفي فترات ما في جمعية المختار السوسي، وأنا حاصل على دبلوم في التسويق الإلكتروني، وكذلك درست يعني تخصص الدراسات الإسلامية في جامعة ابن زهر. يعني والحمد لله قد يعني أممت يعني مجموعة من المساجد في بالنسبة فقط للتراويح، يعني لم أكن إماما وإنما إماما للتراويح فقط، وقد أممت يعني لعدة سنوات في مدينة هوارة، وكذلك يعني في تليلة، وهنا كذلك في أورير، في منطقة أورير، ولله الحمد على ذلك وله الفضل كذلك. ومن النصائح التي أنصح بها من أراد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أولا أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأن تكون النية صالحة، وأن تكون غايته في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى هي مرضاة الله سبحانه وتعالى أولا، وكذلك ألا ينسى فضل والده عليه كذلك، لأن هذه من الأمور المعينة على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وقت طويل أو إلى جهد كبير، وإنما أن تخصص وقتا، وإن كان ضيقا تخصصه لنفسك، ولو بعد الفجر أو بعد العشاء، فهذه أوقات يعني الأوقات التي يحفظ فيها الإنسان يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، ما بعد الفجر وكذلك بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، فهذه أوقات حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وألا يقول الإنسان بأن الدراسة تمنعه من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فحاشا أن يكون القرآن مانعا لك من الدراسة، أو بل هو معين لك، والله أعلم. أما في مسائل التجويد فقد درست في هذه الجمعية قواعد التجويد ومبادئها على يد شيخ أذكره بالخير. أما بالنسبة للصوت فهو كما قلت وأسلفت، فهو هبة من الله سبحانه وتعالى، ومن الأفضل الإنسان الذي أراد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يبدأه بحفظه بقواعده وبضوابطه، من يعني مخارج الحروف وصفاتها، وكذلك أن يحفظه بالمدود، والله أعلم. أما فيما يخص الجمعية فأنا هنا أدرس يعني في الفترات الصباحية، أدرس يعني فئة الأطفال، يعني أدرسهم تقريبا مبادئ التجويد، وكذلك يعني في المسائل الأساسية والأصولية، وهي العقيدة الصحيحة السليمة التي يجب أن يتعلموها أولا، وكذلك يعني بعض الآداب التي يجب أن يتعلموها، وأنا عضو في هذه الجمعية ومدرس فيها كذلك،
وهذه الجمعية المباركة يعني تتخللها مجموعة من الأنشطة والدروس العلمية من الفقه والسيرة النبوية وكذلك في علم التجويد. يعني من الجوائز التي حصلت عليها أو شاركت في الجوائز المدرسية التي تنظمها الجمعية المغربية للأساتذة، وحصلت على مراتب عليا كذلك فيها، يعني المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والثالثة، وكذلك شاركت هنا في منطقة أورير في عدة مسابقات التي تنظمها كذلك مؤسسة سند، وكذلك يعني حصلت على جائزة ينظمها المجلس العلمي لمدينة أكادير كذلك، والحمد لله على ذلك. يعني ومن الأهداف التي يعني برمجتها حاليا هو أن أكمل يعني دبلوم الديجيتال ماركتينج أناليتيك أو البياني، وكذلك أطمح إلى أن أبلغ يعني رسالتي أو أبلغ ما حفظته من كتاب الله سبحانه وتعالى في مبادئ التجويد وقواعده لهؤلاء الأطفال، وأن أكون شخصا هادفا في هذا المجتمع، وأن أكون نافعا لمجتمعي، نافعا لهم بالخير وجالبا لهم للخير. وكذلك من الأهداف التي يعني راودتني منذ الصبا هو إنشاء مدرسة يعني يكون فيها تعليما عتيقا، وكذلك في مثلا يعني تعليم اللغات وتعليم المبادئ العلمية كذلك كالفيزياء والكيمياء، وأن لا تخلو من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأهداف التي برمجتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.